الجيبة الأورجانزا أو الجيبة التل ووسط أستك، طلع موضة خالص، كل البنات الحلوين الصغيرين بيحبوا يلبسوها، وخاصة في العيد. النهاردة هنعمل الجيبة أورجانزا مع وسط أستك وجيبة حلوة للعيد، وكل سنة وانتم طيبين. أهلا بيكم في قناتي بيوتي بوريس، والنهاردة هنعمل الجيبة مع بعض، سواء تل سواء أورجانزا، هي نفس الفكرة. كل الحكاية ان احنا بس بدل من التل وهنعمل طبقتين او ثلاثة من التل، هنعملها طبقة واحدة من الأورجانزا مع البطانة بتاعتها. هنبتدي اول حاجة نطبق القماش، طبعا معروف اي كلوش عندنا بنطبق القماش على اربعة، تمام. انا كده عايزة طول الجيبة عندي 50 سنتي، كده هطبق القماش على اربعة. اخلي بالي عشان الأورجانزا برضو فيها لفتة في القماش، يعني ممكن تورد معاكي. امسك كده بدبابيس، كده وابتدي اطبق. انا كده عملت على اربعة، اهو القماش كده متطبق على اربعة. هجيب الزاوية دي على الزاوية دي، المهم عندي كده اهو، ادي انا عملت مثلث اوله هنا في ايدي. هبتدي امسك ده كده. انا هنا هعمل الجيبة مقفولة، مفيش سستة، علشان هي بأستك ومعمولة واسع، نظام واسع، تمام. والأستك هو اللي بيبقى الكبر عندي، اهم حاجة اظبط الزوايا بتاعت القروش، كل حاجة تظبط معاكي بمنتهى البساطة. كده طبقت، ادي سن المثلث عندي. خلي بالنا ان القماش دي كده متطبقة على 8 طبقات، ادي 2 ادي 4، وهنا في 4، تمام. يبقى كده الكمر عندي هقسمه على كام؟ هقسم على 8، تمام. ده هنا كروشة كاملة، هنا عرض الكمر عندي 65 سنتي، انا هشتغل على 80 عشان انا محتاجة ان هو يبقى فيه كشكشة تلم معايا، تمام. 80 يعني انا محتاجة على 8، يبقى انا محتاجة 10 سنتي هنا. يبقى هعمل الكمر كده طول 10 سنتي، عايزة الكشكشة زيادة هتزودي 2 سنتي 3 ان شاء الله 5 حتى، تمام. كده طول الجيبة عندي انا عايزة 50 سنتي، هنا مدياني اكتر، يبقى ممكن ازود الكشكشة فوق زيادة. طالما الطول زيادة عندي، يعني ممكن اخد كده وطلع البرسل ده طبعا كده، وازود هيبقى عندي الكشكشة فوق زيادة، وابتدي بنفس دوران البرج اللي بعمله، باخد حردة الكلوش بثبت رأس المزورة هنا، وابتدي اشتغل بالدوران، تمام. هبتدي بنفس اللي انا عملته هنا، هبتدي اعمل زيه في الديل من تحت. الكلوش ما فيهوش اي حاجة صعبة، انا بثبت اهو كده منك ماسكه برجل، منك ماسكه برجل. الكلوش لو انت ظبطتي معاك اول حاجه هتبصي تلاقي الحكايه سهله، اهو شايفين اهو. انا ثابته باول ايدي هنا، ثابته اول ايدي هنا وشغاله دوران الكلوشة عندي. في فيديو تاني هشرح لك لو احنا عايزين نجيب كلوش بدون استك من فوق، يعني احنا عندنا استك من فوق وسعنا وعملنا كل ده، ولكن لو انا هعملها الانسة كبيرة يبقى انا هعمل بدون الاستك وهعمل بطريقة تانية. كده عملنا الجيبة بتاعتنا. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعمل البطانة بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها الجيبة.
البطانة هعمل ايه؟ هطبق القماش على 4. احنا قلنا طالما احنا بنعمل كلوش، يبقى الكلوش عندي على طول هنطبق على 4. طبقنا القماش على 4 بعد ما عملنا الجزء اللي وصلنا بيه القماشة. وممكن احنا نجيب متر ونص مرة واحدة. انا بس عايزة اوريكي انه انت ممكن توفري بحاجة بسيطة زي كده وتجمعي ده. كده عملنا حردة الكلوشة، ادي المثلث بتاعي وهبتدي. احنا عملنا طول الجيبة اطول، طبعا طبيعي ان لازم تبقى الجيبة اطول من البطانة بشوية كده. وهبتدي اخد المقاسات بتاعتي. هنا الجيبة هتديني الطول ده 50 سنتي. انا هنا عاملة على 55، بس احنا ممكن نعمل اوفر تانية للبطانة كده. هاخد حربة القروش ونفس الحربة هنا كده. هنا كده عملت البطانة بتاعتي اهو تمام، والكلوشة عندي اهو. فاضل عندي الكمر. طول الكمر عندي 65، هعمله على 80 علشان خاطر يبقى فيه مساحة للأستك. هيبقى على طبقتين وهيبتدي يبقى كده، ويبقى فيه الاستيك عريض ويركب مع الجيبه بتاعتي كده. احنا قصينا الجيبه بتاعتنا، هنقعد على المكنه وهنلم كل ده ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. كده قعدنا على المكنه. اول حاجه هنعملها هنقفل الكمر بتاعنا كده. هحط الجزء ده كده وهبتدي اشوف عرض الاستيك اللي انا هحطه او هدككه فيه قد ايه كده المسافه، وابتدي اظبط ايدي واخد الكمر خياطه. لحد اخر جزء عندي هنا اسيبه عشان ادخل منه الاستيك، وبعد كده اقفل اهو كده. وهنبدا ندكك الاستيك جوه الكمر بتاعنا كده. حط دبوس او بنسة او اي حاجة ممكن تساعدك اهو. وابتدي اعدي الاستك كده. طلعنا الاستك، هنبتدي نقفل. وبعد كده انا خيطت كده، اجي افرد الاستك واخده بالعرض، ارده كده. ده بيديكي تأكيد للقفل الأستك، وفي نفس الوقت ما يفكش ما يتقطعش، ويبقى زائق منه الأستك سليم، ما قصناهوش أو وصلناه أو أي حاجة أهو. قفلناه فبقى حتة واحدة تمام. هاجي بعد كده كده ظبطنا الأستك، هنبتدي ناخده خياطة في النص ده شكل الكمر بتاعنا. هنجيب الجيبة بالبطانة بتاعتها وهنمسكه مع الكمر ده.
ادي الجيبة وادي البطانة عندنا عاملينها كلوش برضو نفس الفكرة. هندخل دي مع دي وهنبتدي نخيط الاتنين في بعض. انا عندي هنا الجيبة الدوران اوسع شوية، ممكن تاخديها تشريب بسيط بالمكنة كشكشة خفيفة كده علشان تديكي نفشة اكتر، الاورجانزا بتنفش فاحنا بنوسع شوية الوسط عشان يدي النفشة اللي احنا مطلوبة اهو. رأس وآخر الخيط أربطه مع بعض. يبقى عندي ناحية مربوطة وناحية لا. الناحية اللي هي مش مربوطة ابتدي أشد من الخيط. أنا مش عايزة كشكشة كتير، أنا عايزة تشريب بس على قد الوسط بتاع البطانة. الأورجانزا ناشفة، خلي بالك عشان الخيط ما يقطعش منك. اهو وابتدي اقيس الوسط مع بعض. اهو الاثنين قد بعض، اجي الخيطه اللي انا بشد منها ابتدي اربطها خلاص. وابتدي اظبط الكشكشه دي، خليها في داير الجيبه كله. احنا قلنا ده تشريب بسيط مش اكتر، مش كشكشه بالظبط ولكن هي تشريب مش اكتر. بالظبط زيك منه الخيط هو المزرزر او ملموم اهو. بص تلاقيه تشريب بسيط خالص. نبتدي نمسك البطانة بتاعتنا. ادخل بطانة من الداخل وابتدي امسك الوسط مع بعض. اخدهم على المكنة. لما انا بمسكهم مع بعض ده بيساعدني ان انا لما اجي اركب الكمر الاتنين يبقى مظبوطين اهو. انا باخد الارجنزة والبطانة بمسكهم مع بعض مش اكتر. كده مسكنا البطانة مع الأورجانزا، هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي ناخد علامات، خلي بالك معايا في الحتة دي، هربع الوسط لأربعة. ادي هنا علامة اهو وادي هنا علامة النص التاني، وابتدي اربع الجنب النص التاني اهو. ايه الهدف من ده يا مدام وداد؟ هقول لك الهدف بمنتهى البساطه اهو.
كده عملت اربع تربع، هبتدي اجيب الكمر عندي بنفس الطريقة اهو، هبتدي اعمل كده. وبرضو اربع تاني اهو. ادي الربع الاولاني. انا عايزة كل الجيبة تبقى مظبوطة، مش عايزة ناحية تبقى فيها كشكشة اكتر من الناحية التانية اهو. هبتدي اول واحدة، اول علامة اهو كده، هجيب العلامة التانية اهي مع العلامة التانية في الجيبة اهي كده، والعلامة التالتة برضو مع العلامة التالتة، وتبقى الأخيرة مع الأخيرة. هنركب القمر ازاي هوريكي. هبتدي اخد ربع ربع من الارباع دي اهو، وهبتدي اظبط على المكنة. ده باول علامة عندنا كده. انا هنا هخيط على الخياطة اللي قافلة بيها القمر، في خياطة الاولى اللي فيها الاستيك والتانية اللي قافلة بيها القمر، هي اللي انا هظبط ايدي عليها اهو. وابتدي اشد الاستك بتاع القمر مع الربع اللي مسموح لي ان انا اشده اللي هو بتاع الجيبة. احنا مربعين ومحددين بدبابيس اهو. كده اهو، هذا الربع الاولاني اتعمل. خلي بالي اشيل الدبوس واخلي الابرة تحت انا وبشد اهو، واجي للربع التاني برضو بشد الاستك. هيساعدك لان احنا عاملينه واسع، فطبعا الشد ده هيظبط معاكي الوسط مع الاستك اهو. ادي الربع، وصلنا للعلامة مع بعض اهو. هاجي بعد كده كمان اهو. وصلنا لاخر ربع، هنشد الكمر ونشد الجيبه مع البطانه كده اهو. ادي الجيبة بتاعتنا اتعملت بمنتهى البساطة اهو كده. اهو فاضل معانا هنا اوفر وتانية للديل وللبطانة كمان، وهنا ممكن نعمل وردات من الأورجانزا زي ما اتعلمناها في حلقة من حلقات، نعمل وردات تتحط على جنب هنا للجيبة، ممكن نعمل بلوزة وندخل نطعم وردات من الأورجانزا مع البلوزة، وكده عملنا جيبة في منتهى الشياكة ومنتهى البساطة. عملناها بإمكانيات بسيطة وفي وقت قياسي تعملي حاجة مميزة لبنتك. أتمنى يكون
الفيديو سهل على حضرتك والطريقة بسيطة، وقدرت أوصلها لك المرة دي بأورجانزا، قبل كده شرحناها بالتل. أتمنى إن لايك وشير على الفيديو، ولو حضرتك لسه ما اشتركتيش في القناة من فضلك اشتركي وفعلي الجرس على الكل علشان يوصل لك كل جديد. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing.